بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في وقت صلاة العتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء، وهي الاسم، وهذا الاسم أولى بها، غيبوبة الشفق، والشفق الحمرة. إن أن تسمى بصلاة العشاء ولم أن تسمى بصلاة العتمة، لأن هو الاسم الوارد في القرآن، ومن بعد صلاة العشاء فلا تعورة لكم، من بعد صلاة الصبح من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. يعني القرآن سماها العشاء، ورد النهي عن تسميتها العتمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم فإنهم يعتمون بالإبل، إن يحلبون الإبل في مؤخرة الليل يسمونها عتمة، وسموا العشاء منها عتمة لأنها تكون آخرا. لكن ومع ذلك ورد في الحديث تسميتها بالعتمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم أحدكم ما في الصبح، ما في الصف الأول لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في صلاة الفجر والعتمة على خير لأتوهما ولو حبوا. فهي الخلاصة أن تسميتها بالعتمة واردة في السنة، وفي الوقت نفسه وارد الترغيب عن هذا الاسم، فتسميتها بما سماها به القرآن أولى. ووقتها هو مغيب الشفق، قال والشفق هو الحمرة، لأن هذا هو التفسير الوارد عن عبد الله بن عمر في الموطأ وفي صحيح مسلم، أن الشفق الحمرة. والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس، فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت، ولا ينظر إلى البياض في المغرب. لا ينظر إلى البياض الباقي بعد مغيب الشفق الأحمر، لا ينظر إلى البياض وما يسمى الشفق الأبيض. فعند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا ينتظر مغيب الشفق الأبيض، بل يدخل ويحل وقت صلاة العشاء مغيب الشفق الأحمر. وعند علماء الحنفية أن الوقت لا يدخل إلا بمغيب الشفق الأبيض، لأن ورد في اللفظ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفق هو وقت مغيب الشفق، لم يدخل الحديث الشفق إذا كان أبيض ولا أحمر. من غير من أخذ بالأحوط وجعل وقتها بمغيب الشفق الأبيض، ومن من جعل مغيب الشفق الأحمر، وهو الوارد تفسيره عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن عمر. فصلاة العشاء من الصلاة التي ورد التأكيد عنها في حضور الجماعة، في التأكيد ورد في صلاة الصبح وفي صلاة العصر وفي صلاة العتمة. صلاة الصبح والتأكيد عليها بأن من صلى الصبح بجماعة فكان مقام ليلة، وصلاة العصر من فاتته العصر فكأنما وتر أهله، كأنه الذي تفوته صلاة العصر كأنه رجع إلى أهله وأجر بيته محترقا وفقد أهله وماله. بيان قدرها وعظمتها عند الله سبحانه وتعالى. وورد فيها أيضا في صلاة الصبح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار،
يعرف الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم العالمين كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا فيها صلاة الصبح وصلاة العصر، الملائكة تبادل في هذين الوقتين الوقتين فيصعدون إلى الله تبارك وتعالى ويشهدون لمن حضر هذين الصلاتين في الجماعة. وكذلك وارد صلاة العشاء يعني ترغيب كبير والتحذير من فواتها في الجماعة، حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر يقولون إذا فقدنا الرجل في العشاء أسأنا به الظن، لأنها من الصلوات من أصعب الصلوات على المنافقين. المنافقون كانوا يحضرون بعض الصلوات لكن يصعب عليهم حضور صلاة العتمة، صلاة العشاء وصلاة الفجر. فقال عبد الله بن عمر لأن المنافقين كانوا هم الذين يتخلفون عن صلاة العشاء لا يقدرون عليها، يقول كنا إذا تخلف أحد عن صلاة العشاء أسأنا به الظن. وكانوا لحرصهم على الجماعة في المسجد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة ضعفه وعجزه وأحيانا مرضه، لكنه لا يتخلف عن جماعة، يؤتى به يتهادى بين الرجلين يمسك واحد من جهة والثاني من جهة حتى يقام في الصف. ولا ينظر إلى البياض في المغرب فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر، والمبادرة بها أولى. ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس، ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها. إن وقت صلاة العشاء يمتد الوقت الاختياري إلى ثلث الليل، وفي رواية إلى نصف الليل، لأن ورد حديث بلفظ ورد إلى ثلث الليل وإلى نصف الليل. هذا هو الوقت الاختياري الذي يجوز للإنسان يؤخر الصلاة إليه من غير عذر من غير ضرورة. ومن تأخرها إلى بعد هذا الوقت فإن كان لعذر فلا حرج عليه، وإن كان لغير عذر فهو آثم للتحذير الوارد في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولمخالفة لقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني محددة بأوقات، والأوقات الاختيارية التي بينت في أول وقت هي التي يجوز للإنسان يصلي فيها مختارا متى ما أراد، أما فيما بعدها فلا يجوز إلا لأصحاب الأعذار. وبعد ثلث الليل وبعد نصف الليل تكون الصلاة يعني ليست قضاء، تكون أيضا لا تزال في وقتها ويستمر وقتها إلى طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر يدخل وقت القضاء، لا تكون بعد ذلك أداء. قال ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، هذه السنة، الإنسان لا ينام قبل صلاة العشاء ولا يسهر من غير داع شرعي بعدها، بل يبادر ويعجل بالنوم، لأن التعجيل بالنوم بعدها يعين على قيام الليل ويعين على قيام صلاة الفجر، يقوم الإنسان نشط إلى صلاة الفجر. أما إذا سهر إلى أواخر الليل فإنه ثم ينام تفوته صلاة قيام الليل، وفي الكثير والغالب تفوته صلاة الفجر أيضا، وهذه من أعظم الخسارة التي يعني تصيب الإنسان إذا كان تفوت صلاة الفجر في وقتها. والحديث بعد صلاة العشاء رخص به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحاجات إليه، وبينهم مؤنسة الضيف وقراءة العلم والنظر في شؤون المسلمين وللعروس المتزوج لمؤنسة أهله. فإذا كان هناك داع شرعي فلا حرج، لكن مع ذلك فالسنة هي المبادرة إلى النوم عقب انتهاء صلاة العشاء، ويستفيد الإنسان بذلك فائدة أخرى، وأن تختم صحيفته تلك الليلة بالصلاة،
لا يسجل عليها بعدها أشياء أخرى قد لا تكون في صالحه. الأطفال اللي مش بالغين يعني اللي غير بالغين لا حرج، إذا كان الإنسان تيسر من ذلك لا بأس، وإذا صلوا بناء بعض الفتاوى جمعوا الصلاتين على بعض الفتاوى الموجودة لأهلهم في المسألة لا بأس، كله يعني الأمر خفيف بالنسبة للأطفال غير البالغين. هو المهم في حقهم أن تشعرهم بأهمية الصلاة بحيث يبقى هي طبع وعادة فيهم إذا وصلوا سن البلوغ وجدوا أنفسهم جاهزين، لكن لا يشق عليهم في أشياء شيء هو غير واجب عليهم لإيقاظهم بعد النوم وكذا من أجل ربما لا يكونوا يعني مسؤولا. هذا ربما يكون له وجه أيضا، لأنه كما سبق ذكر المسألة في حديث الدجال عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لما سئل كم لبثتم فيكم قال 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم وسائر أيامي كأيامكم هذه، فسألوه هل اليوم مثل السنة تكفي فيه صلاة واحدة؟ قال لا أقدر له قدرة، يعني لما كل يوم وطول مقدار سنة، معناه ما بين الصلاة والصلاة يمكن مسافة شهرين من أيامنا هذه، فهل لا نصلي إلا صلاة واحدة؟ قال لا أقدر له قدرة، معناه قدر الزمن الذي عادة هو بين الصلوات وصلوا، بل ما تصلوا الظهر مرة واحدة صلوا مثلا 40 مرة 50 مرة بحيث يوازي المسافة اللي هي بين الصلوات في الأيام المعتادة. فهذا استدل به جمهور العلم المتقدمون على أن إذا كان الأوقات غير منتظمة وإلا في بعض الأماكن اللي تبقى الشمس فيها تدوم طويلا أو تغيب طويلا فالناس يصلون بالتقدير، يقدرون على أقرب بلد إليهم أو يقدرون بالمسافة اللي عادة تبقى بين كل صلاتين. هو ما من استثنين الأشياء المفيدة، يعني لو الإنسان لما تكون يريد أن يسعى في أشياء مفيدة في قراءة العلم وإلا في أشياء ينتفع بها وهو وأهله وأولاده وتعليمه وكذا لا حرج فيه، ليس المسألة هي معنى سكوت ما فيش كلام يما نوم يما سكوت، إن كان الإنسان يأخذ الجانب الآخر وهو أن إذا احتاج إلى ذلك أن يقضي هذا الوقت فيما ينتفع به هو وأهله. باب في الأذان والإقامة. باب في الأذان والإقامة. والأذان واجب في المساجد. هناك فرق بين الأذان والآذان. الأذان جمع أذن، والأذان هو يؤذن به للصلاة. باب في الأذان والإقامة. والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة، فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة. الأذان هو في اللغة هو الإعلام، الإعلام بالشيء والتنبيه عليه وإظهاره، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إعلام للناس، بيان يعلن للناس يوم الحج الأكبر، خطاب. والأذان في الشرع هو الإعلام بأوقات الصلاة بألفاظ مخصوصة محدودة من الشارع، تعلم الناس بدخول وقت الصلاة
لكن ليس بأي لفظ بل بألفاظ محددة قدرها النبي صلى الله عليه وسلم. ورد ذكر الأذان في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وفي قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وكان المسلمون يصلون من غير أذان منذ أن شرعت الصلاة في مكة إلى ما بعد الهجرة. وكانت طريقتهم أنهم يتحينون أوقات الصلاة فيصلون بأي طريقة يمكن أن توصل بها إلى معرفة أوقات الصلاة وينتبه إليها الجميع. وبعد المدينة نظروا في هذا الأمر، بعد الهجرة إلى المدينة نظروا في هذا الأمر وكانوا يبحثون عن طريقة يعلمون بها الناس في الصلاة، فمنهم من اقترح الناقوس، ناقوس النصارى، ومنهم من قال بالبوق مثل بوق اليهود. وقال عمر: ألا تنادون إلى الصلاة؟ ينادوا بها مناداة، أولما أن تأخذوا يعني ناقوس النصارى أو بوق اليهود. وفي هذا الأثناء رأى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رأى رؤية الأذان في المنام، فجاءه في الليل رجل ومعه ناقوس فقال له: لا تبيع هذا الناقوس. قال: ما تصنع به يا عبد الله؟ قال: ننادي به للصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. فعلمه الأذان في النوم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، التكبير فيها 4 مرات، هذا حديث عبد الله بن زيد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبح قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فصار عبد الله بن زيد يلقيه على بلال وبلال يؤذن به. سمع عمر رضي الله تعالى عنه هذا النداء فخرج يجر رداءه وقال: والله لقد رأيت مثل ما أرى مثل ما رأى. فتضافرت رؤيا عمر وعبد الله بن زيد على هذه الرؤيا، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاها وقال: إنها رؤيا حق. هذا دليل على أن الرؤيا جزء من النبوة حقيقة، ومشروعية الأذان هي ثبتت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالرؤيا، لأنه يقال كيف يثبت شرع بالرؤيا؟ حتى لو كانت صادقة لا يثبت الشرع بالمنامات، لكن هنا ثبت الشرع بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا الكلام وأقره صار شرعا. والأذان له ألفاظ مخصوصة، هذه الصيغة هي التي وردت في حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيح. وهناك أيضا صيغة أخرى وردت للأذان وهي التي يقول بها علماء المالكية، وردت في حديث أبي محذورة. وأبو محذورة هذا أسلم مؤخرا بعد غزوة حنين، قال: كنت في بعض طريق حنين والنبي صلى الله عليه وسلم قافل من حنين، كنت وبعض أصحابي، فسمعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنون، قال: فصرنا نسخر منهم ونحاكي الأذان، يؤذنون من باب السخرية ويصنعون كما يصنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتهم بالأذان فدعاهم، بعث إليهم من دعاهم. فلما أحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل: من الذي كان يرفع صوته؟ قال: أبو محذورة أنا. قال: فوضع يده على رأسي. قال: وليس هناك أحد أبغض إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما كانوا يقولونه.
قال فعلمني الأذان فألقى إلي الأذان. وذكر أبو محذورة صيغته التي علمها إياه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر الله أكبر مرتين فقط، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع صوتك بهما، يعني الشهادتين مرة أخرى، فالأول قالهما بصوت متوسط ثم قال ارفع صوتك بهما، فأعدتهما أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالأذان في اللفظ الذي رواه أبو محذورة وعلمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم 17 جملة، والأذان في حديث وهو الذي أخذ به علماء المالكية، والأذان اللي ورد في حديث عبد الله بن زيد 15 جملة، ناقص جملتين، لأن أشهد الشهادتين في حديث أبي محذورة يذكران 4 مرات، كل لفظ منه يذكر 4 مرات، مرتين بصوت متوسط ومرتين بصوت مرتفع. ثم قال له النبي، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤذن أهل مكة، فجعله الأذان في مكة، وبقي الأذان فيه وفي ذريته وفي أحفاده فيما بعد زمنا طويلا، وصار هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وعلماء المالكية أخذوا بحديث أبي محذورة قول لأنه متأخر، إسلامه متأخر، وعلمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وضبطه بهذه الفضل، وهو مخرج في صحيح مسلم وفي الموطأ والإمام مالك. والاختلاف في صيغ الأذان رجح به علماء المالكية هذه الصيغة، قالوا للعمل، عمل أهل المدينة عليه إلى زمن المالك، قالوا هذه من السنن العملية، لأن عندهم كلام في عمل أهل المدينة هل حجة أو غير حجة، لكنهم يقولون هو حجة في السنن العملية التطبيقية، ليس في يعني الأشياء التي يقولها أهل المدينة قولا ولكنها غير مطبقة متناقلة سنة فعلية. فالسنة المطبقة المنقولة نقلا عمليا هذه حجة، قول لأن حكمها حكم الحديث المتواتر، وذلك عندما تناظر أصحاب أبي حنيفة مع الإمام مالك في مسألة عمل أهل المدينة أمام الخليفة، بعث مالك لأحفاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم احضروا للمد واحضروا لبعض أشياء من السنة العملية، فأتى عدد منهم بمد النبي بالمد، وقال كل واحد منهم هذا وردته عن أبي عن جدي يوم عاصر صلى الله عليه وسلم، وقال آخر كذلك وقال آخر كذلك. وكذلك مسألة الأذان، قال هذا الأذان يرفع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتنقله الأحفاد عن الآباء عن الأجداد إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقله واحد بل نقله العشرات والمئات، فهذا حكم السنة المتواترة. ولذلك كانت حجته في هذه المسألة التي مسألة عمل المدينة اللي هو المنقول بالسنة العملية، كانت حجته أقوى، وأخذ بها الخليفة في ذلك الوقت واعتبرت حجة وقبلها أصحاب أبي حنيفة. لكن الخلاف هو في السنن في العمل المدينة اللي هو ليس مبني على سنن عملية متناقلة، وإنما هو كلام من علماء المدينة، هذا اللي محل الخلاف. حتى المحققون من العلماء المالكية لا يرون أنه حجة عمل المدينة اللي هو ليس من السنن العملية التالية. فإذا الأذان بهذين اللفظين اللي فيهم زيادة ونقص، الفضل الأذان عند جمهور العلم غير المالكية هي جمل 15 جملة، 15 جملة، وعند المالكية 17 جملة. وابن عبد البر
يقول في الأشياء اللي هي ثابتة بسنن صحيحة وفيها اختلاف، يقول هذا من الاختلاف المباح ليس من اختلاف التعارض، بمعنى أن هذا خطأ وهذا صح، وإنما كلاهما صح وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإذن بالاختلاف، سمى من اختلاف المباح مثل اختلاف قراءة القرآن من الاختلاف المباح، أحد يقرأ تحضون واحد يقرأ تحاضون، واحد يقرأ ملك واحد يقرأ مالكي، فليس اختلاف تعارض وإنما اختلاف تنوع، فلا إشكال فيه، مثل اختلاف في آمين هل يجهر بها أو يسر بها، هل تكون بلفظ ممدود أو بلفظ مقصور آمين أو أمين إلى غير ذلك من الأشياء اللي واردة في السنة على وجوه متعددة، فكل هذا يسمى من باب الاختلاف المباح ولا حرج فيه على الناس ولا يخطى. والإشكال هو في التغطية فقط، لأن مثلا لو أحدنا هنا الآن في المسجد يؤذن بأذان أبي محذورة كلكم ستنكرون عليه، أو على الأقل أكثركم يعني. ها؟ في يستعملونه. ما سمعته منكم، وإذا كان حتى لا إذا أذنت لا أستطيع أن أؤذن به، أخاف أن ينكر يعني. نحن نازل عن أذان الله، لكن بعضهم يستعملون حتى الإقامة يقيم أربعة أشهر. الإقامة عند مالك يخالفهم في قد قامت الصلاة. يقولها مرة واحدة، قد قام الصلاة مرة واحدة، ولكن الجمهور على أنها يعني مرتين، لأن قد قام الصلاة في حديث محذورة، لأنه علمه الأذان وعلمه الإقامة، ذكروا الإقامة مرة واحدة، ورد تكرار الحديث في حديث أنس وحديث بلال أن يوتر الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة، استثناء قد قامت الصلاة فإنها شفع أيضا، لكن حديث محذورة وردت مرة واحدة، فهذا كله يحمل على أنهم باب التنوع، يعني اختلاف في المباح، اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له خمسة مؤذنون، أذن له أبو محذورة في مكة، وبلال وعبد الله ابن أمي مكتوم في المدينة، وذلك ورد في الصحيح لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، لأنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. ابن أمي مكتوم يؤذن، نعم، لأنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. ابن أمي مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، لأنه رجل أعمى، يقال له أصبحت معناه أن الناس كلها رأت الصبح يعني. وفي أدى له في السفر مؤذنان آخرين، هو رجل اسمه زياد الصدائي ورجل آخر، يعني له خمس مؤذنون، ثلاثة في الحضر واثنان في السفر. والأذان حكمه هو عند أهل العلم، منهم من يرى أنه من فروض الكفاية، ومنهم من يرى أنه من السنن، عبر عنه المؤلف هنا بأنه إيش ماذا قال؟ والأذان واجب في المساجد والجماعات الرتبة، واجب في المساجد في الحقيقة، ليس واجب وجوب الفرائض، عند المالكية لا يقول أنه واجب وجوب الفرائض، بل هو واجب وجوب السنن، يعني كثيرا ما يعبرون عن السنن المؤكدة المطلوبة طلبا أكيدا يعبر عليها بالوجوب، مثل ما ورد في إجابة الداعي إذا دعاك إلى وليمة وكذا، إجابة واجبة، فيقول هذه واجب وجوب السنن وليس وجوب الفرائض. والأذان أيضا واجب وجوب السنن وليس واجب وجوب الفرائض، يعني حكمه أنه سنة مؤكدة، ولا يجب إلا في المصر فقط،
يعني يجب أن يكون هناك أدام في المصر، المصر اللي هي مثل ما أقول عاصمة الخلافة، المدينة الكبيرة في بلاد المسلمين التي يعني فيها الخلافة وفيها مرافق الدولة الكبرى، ربما نقول العواصم وكذا تشبيهها، إلا أن هناك اختلاف لأن الدولة الإسلامية كانت كلها دولة واحدة، المصر الكبير تمصر الأمصار، يعني الدولة الكبيرة فيها مدن رئيسة مثل الكوفة مثلا وإلا دمشق، وهي تسمى أمصار. باقي المدن اللي تابعة في العراق كلها تابعة لهذا المصر، يعني كذلك الشام تابعة لدمشق وهكذا. فالأذان، رفع الأذان في المصر في الأمصار هذا من الفروض الواجبة التي لابد منها، طارئ لابد أن يقام أذان في مصر. ثم باقي الأماكن الأخرى يكون الأذان فيها سنة مؤكدة. في المساجد قالوا حتى ولو تلاصقت، حتى ولو كان مسجد جنب مسجد فيسن رفع الأذان فيه. ويسن أيضا عند المالكية لكل جماعة تطلب غيرها، يعني حتى لو كان شخص واحد سواء كان في حضر أو في سفر، مدام هو يأمل أن يأتي أحد يصلي معه أو يرجو أو يدعو، هناك أمل أن يأتي أحد يسمع النداء فيسن له الأذان. يسن ذلك في المساجد، ويسن في السفر، ويسن في الأماكن اللي يجتمع فيها الناس عادة، حتى ولو كانت أماكن عامة، نادي، منتدى، أي جماعة تقام خارج المسجد مدام تنتظر غيرها ويمكن يلتحق بها غيرها، ولا سنة في حق الأذان. لكن إذا كان شخص لا ينتظر أن يلتحق به غيره والجماعة لا تنتظر أن يلتحق به غيره، فهي مقطوعة، أفراد محدودين معدودين في هذا المكان لا يتوقع أن يأتي معهم أحد يصلي عليهم، فالأذان في حقهم جائز وليس مندوبا. إذا أذنوا أذنوا، وإذا لم يأذنوا ليس سنة في حقهم الأذان، لأن الحكمة الأذان هو الدعوة إلى الصلاة وليس هناك من يدعونه إلى الصلاة. هذا حكم الأذان. ولكن قالوا إذا ترك مدينة أو بلدة بأجمعها الأذان فإنهم يقاتلون عليه، هو من السنن، لكن إذا تمالأ عليه الناس وتركوه بصفة عامة فقد ضيعوا شعيرة من شعائر الإسلام التي يقاتلون عليها. هذا يبين أهميتها، وإن كانت سنة لكن ليس كأي سنة أخرى معتادة، بل هو السنة شعيرة تعلن يعني أن هذا البلد هو مسلم. إذا رفع الأذان فهذا شعار الإسلام، فهو يرفع شعار الإسلام بإضافة إلى أنه سنة، هو يعني معنى آخر للمسلمين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذانا كفى وإلا غار عليه. فالأذان يعني شعار وعلامة إلى على الإسلام. نعم. واحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في آخر الزمان رجل عنده غنم يتبع فيها شعب الجبال يؤذن ولا يسمع صوت المؤذن حجرا ولا شجر البشر كما قال عليه الصلاه والسلام، هل ليس فيه استحباب للأذان وإن كان لوحده؟ لا، هذا فيه استحباب في بيان فضل المؤذن، يعني بيان فضل المؤذن، لكن هي الحكمة من الأذان هو دعوة الناس إلى الصلاة، والمكان الذي ليس فيه أحد يأتي الصلاة الأذان فيه جائز، إذا أراد أن يؤذن له أن يؤذن، لكن ليس هو سنة يتحقق منها الحكمة المطلوبة بالأذان. صحيح ورد في فضل المؤذن حديث كثيرة، منها هذا حديث أبي سعيد الخدري، يعني إذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن، إنس ولا جن ولا شجر كذا إلا شاهد له ويشهد للمؤذن مدى صوته. وورد أيضا في حديث معاوية في صحيح مسلم
المؤذنون أطول الناس أعناقا، كناية عنهم هم الأقرب إلى رحمة الله، يتشوفون، لأن طول العنق يعبر به على التطلع والتشوف إلى شيء، وهم يتطلعون ويتشوفون إلى رحمة الله، فهم أقرب الناس إلى رحمة الله. وورد عنهم بلفظ إعناقا، أطول الناس إعناقا من العنق، وهو السير، نوع من السير، السير الفسيح، يعني أسرع الناس إلى الخيرات. ومنه قول في الشواهد النحو: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فلاستريح. عنقا فسيحا يعني عنق، سيري سيرا سريعا. وورد أيضا في الصحيح: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذه كلها حديث تبين فضل الأذان، وأن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. وسعد بن أبي وقاص كان يقول: الأذان لأن أؤذن خير لي ما أن أحج وأعتمر. وصام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكن مع ذلك كثير من الترغيب من أقوال مرغبة في الأذان، لكن قال: ومع ذلك وظيفة الإمام أفضل من وظيفة المؤذن، لأنها وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يؤم الناس في الصلاة، ولابد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أفضل مما كان عليه بلال رضي الله تعالى عنه. نعم، هذه الوسائل يعني من فضل الله أيضا، ما لا يسمع صوت المؤذن سواء كان يعني بواسطة أو بغير واسطة، لأن الصوت الذي وصل بمكبر الصوت من سببه؟ سببه من أنشأ الأذان. والإنسان عندما يتسبب في أمر فيه خير فإنه يكتب له أجره دون أن ينقص من أجر الآخرين شيء، حتى لو كان لفترضنا هناك مسمع يعني يسمع الأذان اللي أنت تسمعه، فالمسمع يتحصل على الأجر وأنت أيضا تتحصل على الأجر، لأن هذا هو يعني مما رحم الله بعباده وفضل به عليهم، أن الأجر دائما يحصل للسبب الأول مهما تطاولت الأسباب. وهو ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فلو أجر وجه من عمل به يوم القيامة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزر وزر من عمل به يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، وكذلك لا ينقص من أجورهم شيء. قل يعني ليفعل من بعدك، وإذلك جميع أفعال المسلمين يحصل أجرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو من غير من نحتاج زي ما يقول العامة نهدي ثواب عام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذه بدعة لا أساس لها، لأن لا تحتاج إليها، لا تحتاج إلى أن تمن عليه بهذه الدعوة. فجميع أعمال الناس هو يحصل له أجر وثواب، لأنه هو أصل الهداية، هو الذي دعا الناس إلى هذا الخير وإلى هذا الدين. فتلقائيا كل الأعمال تصل إليه ويتحصل على أجرها. يعني كل من يكون سبب في خير، وإذلك ورد أن الخازن والمرأة إذا أنفقت من بيت زوجها بإذنه، وكذلك الخازن خازن بيت المال، لو أنت عامل خازن أو شخص ائتمنك على مئات الألاف وعلى الملايين وقال لك تصدق منها، فإنه يحصل لك من الأجر مثل ما حصل لصاحبها. هذا لا يعطيه إلا الله تبارك وتعالى، يعني فضل عظيم. يعني أنت لما كنت مؤتمن على مال وخازن لمال وتتصدق منه بإذن صاحبه،
فلكم الأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر المنفق الأول، وكذلك المرأة إذا أنفقت لها مثل أجر زوجها الذي أنفق المال، وهكذا. فهذا كله لا يكون إلا من الكريم، وإذا كان من غير الكريم لا يمكن أن ترى مثل هذا الفضل العظيم. ما في بيان عن هذا إذا كان فيه مصلحة، لأن المصلحة كلها تبع المصلحة. لأن ليش الناس تحتاج إلى مكبر الصوت في الأذان؟ لأنه يؤدي غرض، يؤدي فائدة، يؤدي مصلحة، يسمع الناس من أماكن بعيدة. ما دام فيه مصلحة هو خير، وليس فيه نهي، ولا يسمى هذا بدعة، ولا يسمى، لأن هذه قضية الناس لابد أن تفهمها حتى في العبادات. يعني عبادات شاعرية، الأذان عبادة شاعرية، والزيادة فيه والتنقيص يدخل في باب البدع. ومع ذلك لو إنسان أذن بمكبر الصوت لا أحد يستطيع أن يقول له أن هذه بدعة، لأن هذه زيادة خير وزيادة تحسين، مثل سائر الأعمال الأخرى التي حصلت الآن ولم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يؤذنون بمكبر الصوت، وما كانوا يحجون بالطائرات، وما كانوا يستعملون وسائل حديثة في الدعوة، ولا الإنترنت، ولا يستعملون النقال، ولا يستعملون الفضائيات، هذه كلها ما كانوا يستعملونها. لكن هل يستطيع أحد يقول أن هذه بدع لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز استعمالها؟ لا يمكن يقول، هذا كلام غير مقبول أبدا، ولا يمكن. لأن لو قبلنا هذا، معنى ذلك أن كل ما نستعمله الآن يجب أن نتخلص منه، ونطفي الكهرباء، ونتخلص من كل أشياء كلها، ونرجع إلى الكهوف، ونركب البغال، وندخل الخيل، ونسلم مفاتيح سياراتنا إلى، كلام غير صحيح. مثلا يعني ما دام الأمر فيه مصلحة، وليس فيه نهي عن الشارع، وليس فيه زيارة عبادة، وإنما هو تحسين أو توصيل العبادة بوجه يعني أكثر خير وأكثر نفع، فأنت أن تؤذن بغير مكبر صوت يمكن يسمعك مئة، إذا أذنت بمكبر صوت تستطيع أن تسمع الآلاف بل الملايين كما هو الآن في الحرم ولا في غيره. فلا شك أنك عندما تسمع الآلاف والملايين خير من تسمع عشرة أو مئة. العموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر إلا شاهد له، فالميكروفون الآن يجعل مداه أكبر. إذا ماذا أكبر، نعم صحيح. لكن ما ربما يقول القائل هذه بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موضوع السؤال، هو في كثير من الأشياء. في بعض الأحيان ما يحصل أنه في بعض البلدان الإسلامية حيث لا أحد يعترض على شيء. حيث لا يستطيع أحد أن يعترض على شيء يتعلق به. في بعض الجوامع يستخدمون الميكروفون للتراويح مثلا، وقد لا يكون هناك اي داعي لاستخدام الميكروفون لخارج المسجد. لا، هذه مسألة كما قلنا تتبع المصلحة والمفسدة. إذا كان ليست فيها مصلحة وربما فيها ضرر على ناس وربما تضايق منها ولا تفيد شيء وليست من ورائها فائدة، فينبغي الأمر أن يحدد بالمصلحة. والأمر هذا عند إمام المسجد يفترض، لأن هذه كلها يملكها إمام المسجد. إمام المسجد هو الذي يملك الأذان ويملك الإقامة ويملك الصلاة، ويقول المؤذن أقيم الصلاة ويفتح الميكروفون أو سكر المكبر الصوت وكذا، لأن هذا الأمر ويفترض أنه هو الأمر إليه. فإذا رأى فيه مصلحة ينبغي أن يعملها، وإذا لم يرى فيه مصلحة ربما فيه مفسدة، زي مثل الآن لو أنت تعمل مكبر صوت هنا في مثل هذه المدينة تؤلب عليك الناس ربما يقفلون عليك المسجد. فنقول أن هنا الأذان بمكبر الصوت فيه مصلحة وينبغي أن نعمله، بل العكس هو الصحيح، ينبغي ألا نعمله. فكذلك لو كان في بلد أخرى قد يؤدي إلى مفسدة تضر بالمسلمين وتضر بشعائرهم، ينبغي ألا يعمل. فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة. يعني بين الإقامة يعني
حكمها يختلف عن حكم الأذان. الأذان هو يعني الجماعة سنة كفائية، الأذان سنة كفائية للمسجد، ليس كل شخص مطلوب منه أن يؤذن. إذا كان هناك شخص واحد فقط ويرجو غيره له أن يؤذن، لكن الإقامة هي سنة لكل من يريد أن يصلي لنفسه، وللجماعة سنة كفائية أيضا، إذا قام أحدهم يكتفى بذلك. وهي أقل تأكيدا هي سنة أيضا وملتصقة بالصلاة، لكن الأذان آكد منها، وهي ليست مطلوبة من على وجه السنية من المرأة، هي مستحبة استحباب. المرأة مطلوب منها أن تقيم، ولكن على وجه الندب والاستحباب يعني أخف من السنة، ليست مطلوب منها على وجه التأكيد. الإقامة ليس مطلوب منها على وجه التأكيد، إذا أقامت فحسن وإن لم تقيم فلا حرج عليها. بخلاف الرجل إذا ترك الإقامة لا تبطل صلاته، وإذا وضع على ذلك إن يكون قد أساء بئس ما صنع، يوضع ترك السنن وخصوص السنن اللي تبقى مؤكدة، المواظبة على تركها يخل بمراد الإنسان. لذلك كثير من السنن إذا يوضع الإنسان عليها مثل صلاة الجماعة مثلا، علماء المالكية يرون أنها سنة وليست واجبة، لكن يقولون تركها يخل بمراد الإنسان، إذا كان سنوضع على تركها فيكون هذا قادحا في مرادته وقادحا في شهادته، حتى إذا أتي للشهادة يمكن أن يقدح في شهادته لأنه فعل شيء يخل بالمروءة، وهو إصراره على التخلف عن الجماعة من غير عذر. فهكذا السنن يعني أحيانا الحرص على تركها وتركها بصورة دائمة وصورة طويلة يؤدي، يقول من فعل ذلك بئس ما صنع، أساء وبئس ما صنع، وإن كان لا إثم عليه، لأن الإثم والذنب لا يكون إلا على ترك الواجب فقط لا على ترك السنة، لأن هذا هو الفرق بين السنة وبين الواجب. الواجب يذم تاركه والسنة لا يذم تاركها ويؤجر فاعلها. وورد في الأذان أيضا أحاديث صحيحة في بإضافة إلى فضله إلى حكايته، المطلوب ممن سمع الأذان أن يحكيه. فقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الأذان فقولوا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فهذا يأمر بالناس بأن يقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا من سمع الأذان أن يتشهد، من سمع النداء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وورد أيضا في الصحيح في ألفاظ الأذان إذا قال المؤذن الله أكبر فقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقول أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال حي على الصلاة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال الله أكبر قول الله أكبر، إذا قال لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله، من فعل ذلك دخل الجنة. هذا لفظ الصحيح. وورد أيضا من قال حين سمع النداء اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. هناك ثلاثة أشياء مطلوبة، حكاية الأذان أو أربعة أشياء. حكاية الأذان بأن يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن إلا حي على الصلاة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وطلب الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء المطلوبة. و
الفجر. وفي أداء الفجر يزاد في بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، فقد ورد في حديث أبي محذورة وفي حديث غيره، وبعض العلماء يسميها التثويب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بلال، قالها لبلال، قال له، وفي حديث أبي محذورة ورد فيه أذان الفجر الأول، ولكن العلماء قالوا لا بأس لو جاءت في الأول أو جاءت في الثاني كله يعني جائز، مع أنها واردة في لفظ حديث محذورة جعلها في ذلك الأول اللي هي الصلاة خير من النوم. ولم يرد شيء في ترديد ما يقال بعدها، يعني إذا قالها المؤذن لم يثبت شيء صحيح. الأشياء اللي ثابتة كلها غير صحيحة، يعني في الصلاة خير من النوم يعني يسكت سامع الأذان، إذا سمع الصلاة خير من النوم يسكت، ليس لم يرد فيها شيء. أي كان غير ثابت فيه، قد قامت الصلاة، هذا وارد، حتى في هذا وارد كلام هذا في الإقامة، يعني هل الإقامة حتى مطلوب من الذي يسمع الإقامة أن يحفيها كما يسمع الأذان، ولا مش مطلوب؟ أكثر العلماء يقولون تحكى الإقامة أيضا، الشافعية والحنابلة يقولون يحكي من سمع الإقامة، واستدلوا بهذا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع قد قام الصلاة قال أقامها الله وأدامها، كأن هذا كناية عن حكاية ما يسمعه من المقيم، وقياسا أيضا على الأذان، لأن هي أيضا ورد تسمية بالأذان بين كل أذانين صلاة من الأذان والإقامة، فهذا يجعل ما ورد في الفضل من الفضل في الأذان هو أيضا يجري على الإقامة، كذلك في مسألة حكايتها وجره. وهل يكرر الإنسان الحكاية أو إذا سمع مؤذنين متعاقبين، سمع أذان في هذا المسجد وسمع أذان في مسجد آخر وثالث ورابع، المطلوب من أن يحكي كل أذان وإلا لا يحكي إلا أذان الأول؟ أي مسألة أيضا اختلفوا فيها وهي مبنية على قاعدة، هل الأمر يقتضي التكرار ولا يقتضي التكرار؟ وما قال الأمر يقتضي التكرار، قال يطلب من الإنسان كل ما سمع أذان أن يحكيه، وما قال يقتضي التكرار وإنما يكتفي بمرة واحدة، مثل تحية المسجد، دخل الإنسان المسجد يصلي تحية المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا خرج وعاد هل يكرر التحية ولا يكتفي بالتحية الأولى؟ نفس الأمر يجري على هذه القاعدة، هناك العلماء من يفصل، إذا قالوا إذا كان إنسان خرج بنية أن يعود ولم يطل مقامه بالخارج فيكتفي بالتحية الأولى، أما إذا خرج بنية ألا يعود ثم بدله أن يعود فعليه أن يكرر التحية. نعم. زائد الأذان بالنسبة للمؤذن كذلك فقط للمستمع؟ لا، حكاية الأذان كيف للمؤذن؟ المؤذن يؤذن يعني إذا أذن الفاصل بين هذا مبني على قاعدة أخرى، هل المخاطب يدخل في عموم خطابه أم لا؟ فما قال المخاطب يدخل في عموم خطابه يعني هو أيضا مطالب بأن يحكي الأذان، ويطلب منا أن يطلب الوسيلة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال المخاطب لا يدخل في عموم خطابه يبقى هو غير مطالب بهذا. اختلاف المذاهب. نعم. اختلاف المذاهب مبني على هذه القاعدة. يعني تكرار أو حكاية الإقامة، علماء الشافعية والحنابلة يقول تحكى الإقامة كما يحكى الأذان، والمالكية لم يذكروا في هذا الباب شيء، لكن هي أيضا تدخل تحت هذه القياس، هل تقاس على الأذان أو لا تقاس على الأذان؟ حكاية الأذان في التلفاز أو في المنبه أي هذا أيضا يأتي إلى شروط الأذان، شروط الأذان من شروطه البلوغ والعقل،
البلوغ بمعنى التمييز بصفة عامة، وربما غير البالغ يقع منه الأداء إذا كان هو عارف وعالم بالأوقات. شرط التمييز بمعنى لا ينفع الأداء من المجنون وغير العاقل ولا الصبي غير المميز، ويعني التمييز وشرطه الذكورة فلا تؤدي المرأة ما ليس من مناصبها من منصبها الأذان ولا الإقامة. والصبي كره مالك المدونة أن يؤذن، وحملوا هذا الكراهة في المدونة على الصبي الذي يعتمد على نفسه في معرفة الوقت، لأنه ربما يضر بالناس ويؤذن في غير الوقت الصحيح. أما إذا كان هناك من يعلمه الوقت ويؤمن عليه من الخطأ فيه فلا حرج أن يؤذن الصبي المميز. وعليه مدام يشترط في الأذان من شروطه التمييز والعقل، فهذا يدل على أن لا تتأدى أو السنة بالتسجيل، سواء كان عن طريق المذياع أو طريق مسجل. بعض المساجد ربما في مسجد واحد في بعض بلاد الشرقية من أجل أن يضبط المسألة ضبطا يعني متقنا، وفي الغالب دائما الضبط في المساجد يأتي فيه الحس الأمني عندهم فأغلى أكثر من أي شيء آخر، ليس هو ضبط للسنن ولا ضبط للدين. ها؟ الأردن. في مصر أصبح خلاف في الأردن. وفي لبنان الطفل يشغل مسجل. بصفة عامة يعني الضبط في البلاد هذه تتعلق بالأذان ولا بالإمام ولا بالإقامة ولا بلجنة المسجد، هذه تجي من مرينا بها في بلادنا، كل الغرض منها إحكام القبضة على المساجد بحيث لا يستطيع أحد أن يمس بانتشافها ولا أن يحرك ساكن إلا بإذن وسائل الأمن. فهما ليس غرضه من هذا هو ضبط السنن بأن تؤدى كلها في وقت واحد ولا الجماعة يعني يعلن في وقت واحد، وإنما هي لمصالح تتعلق بالسياسة ولكن هذه فيها إماتة للسنة فلا ينبغي أن تفعل أبدا. لأن حتى لو افترضنا أن في المسجد الرئيس في البلد يعني يؤذن مؤذن في الإذاعة وينقل في أو يؤذن في نفس المسجد الرئيس ثم يوزع هذا الأذان على المساجد الأخرى كلها، فقد أدى السنة في هذا المسجد الذي أدى فيه إنسان الأذان، لكن في المساجد الأخرى التي جاءها مكبر صوت ولا تسجيل فلم تؤدى السنة، لأن السنة أن يرفع الأذان في كل مسجد على حدة ولو تلاصقت المساجد. فلما نعمل مسجل في مسجد ما وعن طريق الأجهزة الحديثة يمكن توزيعها على المدينة كلها وعلى مساجد المدينة كلها ويمكن تنقله، فنحن في هذه الحالة كأننا أمتنا السنة في كل المساجد ولم نرفع الأذان إلا في مسجد واحد. فإذا كان حتى في المسجد الواحد هو مسجل يبقى السنة في الجميع لم تتأدى، لأن الجهاز أو الآلة هذه لا تتأتى منها عبادة. الأذان عبادة، الأذان عبادة يعني ترتبت عليه يعني يترتب عليه أجر لفاعله، ولا يسمع مدى صوته إلا شهد له، فلمن تشهد هذه؟ تشهد للحديد. فلا تأتى السنة بهذه المسائل، ولذلك يعني من فعل هذا فكأنه لم يؤذن. وينبغي ناسا ألا تميت الأذان، لأن الأذان من السنة التي يقاتلون عليها عندما يتركونها. فما نعرف إذا كان هناك يعني عندهم فتاوى صحيحة معتمدين عليها ولا مجرد هاي أمور تمشي الحال والسلام. لا غير لا تعتبر السنة يعني أي كلام. الأذان إذا ما كانش على وجه الصحيح لا تعتبر السنة، يصير كالعدم كأنه غير موجود، مثل ما يؤذن قبل الوقت مثلا ولا يؤذن تأذينا خطأ يعني فيه أخطاء فاحشة وألحان فاحشة وكذا، فهذا لا تعتبر السنة ويسمى كأنه لم يؤذن، وحتى لا تطلب حكايته. الأذان التي لا تعتبر السنة لا تطلب حكايته. لو إنسان أذن قبل الوقت هل مطلوب منك أن تعيده؟ ليس مطلوب منك ذلك لأنه ليس عبادة. Mm-hmm.
وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج. أي المرأة إذا أقامت يعني هو مندوب في حقها، إذا أقامت الصلاة فحسن تؤجر على ذلك، وإن صلت من غير إقامة فلا حرج عليها. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح، فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل. يعني الأذان هو ليه أحكام، هو قلنا في مصر فرض كفاية، وفي كل مسجد سنة مؤكدة، وفي كل جماعة وكل شخص يطلب غيره أيضا سنة مؤكدة، ولكنه أيضا يكون أحيانا مكروه أو حرام. فالأذان قبل الوقت حرام لا يجوز، والأذان للنوافل مكروه، لأن السنة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الأذان لصلاة العيد ولا صلاة الأضحى ولا السنن المؤكدة كلها كان لا يرفع لها أذان، وكذلك يكره الأذان لصلاة الجنازة، ويكره الأذان أيضا للصلاة إذا دخل وقتها الضروري، لأن لو أهل المسجد غفلوا على الأذان في أول الوقت ثم انتبهوا في وسط الوقت لهم من يؤذن، ليس شرطا أن يكون الأذان في أول الوقت، لكن أن تؤذن حتى بعد أن يمضي من الوقت ساعة ونصف ساعة، ما دام الوقت الاختياري لا يزال، وما دام صلاة الجماعة لم تقم. أما إذا أقيمت صلاة الجماعة فلا يؤذن مع ذلك، وكذلك إذا دخل الوقت الضروري فلا يؤذن بعد ذلك حتى لو لم تقم صلاة الجماعة. فالأذان بعد دخول الوقت الضروري أو بعد إقامة صلاة الجماعة في المسجد أو الأذان للنوافل أو الأذان لصلاة الجنازة، كل هذا يعدونه من الأذان المكروه. الشيخ حديث بلال عندما نام عن الصلاة انتقلوا وأذن وأقام. عندما نام عن الصلاة صلاة الصبح. هذا الحديث وارد بلفظين، وارد فأقامه بدون فأذن، وارد فأذن. مالك رواه في الموطأ لفظ فأقام ولم يذكر الأذى، وذلك قال لا يؤذن للفائدة. وارد في صحيح مسلم فأذن وأقام. والأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة، فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا يسمى الترجيع، هذا يسمونه إيه؟ الترجيع. ولما ينتبه إليه حتى الشهادتين في المرتين الأوليين لا يكونان بصوت خفي بل بصوت مرتفع يسمعه القريب منك، إنما إعادتهما تكون بصوت أعلى من ذلك. فبعض الناس يعني يذكر شهادتين في أول مرة بصوت يعني خافت ما خفت، ليس السنة. السنة أن يكون بصوت تكون بصوت مرتفع أيضا يسمعه الناس القريبين منك، ثم الإعادة تكون بصوت أرفع. هذا هو. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإن كنت في نداء الصبح زدت ها هنا الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لا تقل ذلك في غير نداء الصبح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله مرة واحدة. والإقامة وتر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. لا مكررة، لم يكن خطأ مطبعي، خطأ مطبعي، هي مرة واحدة عنده لأنه يريدها وترا هو. لا يقول بالتكرار قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني الإقامة هي وتر ما عدا التكبير الأول، التكبير الأول مرتين،
وقد قامت الصلاة على الخلاف الوارد فيها. ها التكبير الأول والأخير وقد قام الصلاة فيها الخلاف، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة، لفظ البخاري. باب طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. هذه الدعوة التامة يعني دعوة الحق التي يدعو إليها المؤذن، وهي الإقبال على الصلاة. الدعوة التامة والصلاة القائمة هي الصلاة الحاضرة. آتي محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة، الوسيلة هي يعني التوجه بشيء إلى شيء آخر، تتقرب بشيء إلى شيء آخر، وهذا هو أصل المعنى فيها. والمراد به هنا المنزلة الرفيعة التي ورد في بعض الفاظ الأخرى، وهي الشفاعة. والدرجة الرفيعة التي وعدت إنك لا تخلف الميعاد الذي آتي محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة. درجة رفيعة ليست واردة في الأحاديث. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد صلى الله عليه وسلم وفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الوارد. ورد في بعض الألفاظ عند البخاري إنك بزيادة إنك لا تخلف الميعاد، رواية الكشميهانية في البخاري فيها زيادة إنك لا تخلف الميعاد، لكن ليس في هذا الدعاء. والدرجة الرفيعة اللي يقولها بعض الناس العوام يقولونها إن لم ترد في الحديث، يعني ذكر ذلك كثير من الحفاظ منهم السخاوي ومنهم غيره، يعني لا وجود لها في الحديث. باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. يعني هذه الطريقة اللي يجري عليها ابن أبي زيد في بيان أحكام كثير من الأبواب، هو يذكر الصفة كما هي، يعني يسود وسار لما رأينا في الأذان أنه لم يذكر زي ما جرت عادة المؤلفين المتأخرين، يعني التعليم كان يقتضي لسهولة التعليم أن يفصل الباب، مثلا باب الصلاة، حقيقة الصلاة، تعريف الصلاة، أركان الصلاة، سنن الصلاة، يعني مكروهات الصلاة، ما يباح في الصلاة، مبطلات الصلاة. لما تفصل بهذه الصورة، هذه أداة من أدوات التعليم للطلبة، بحيث تحصل المسائل وتبقى عندما يرد على ذهنه شيء وقع في الصلاة ووقع في الغسل ووقع في الوضوء، ويرجع بذهني إلى الأشياء التي حفظها، هل هذه تدخل في المندوبات وإلا في الواجبات وإلا في المكروهات وإلا في المبطلات، لأن كل أشياء تحتاج إلى حفظ فيحفظها. فهذه يعني صناعة في التعليم، صناعة في التأليف جرى عليها المتأخرون، وهي مفيدة للطلبة لمن يريد أن يحصل الأشياء ويضبطها وكذا. لكن المتقدمون كانوا لا ينحون هذا النحو، وإنما يأتون في الباب بأغلب الأحكام المتعلقة به، كأنما الإنسان يصف حالة أمامه. الصلاة تصورها في ذهنه أنها تبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم قراءة، ثم ركوع، ثم رفع من الركوع، ثم سجود، طريقة الركوع، صفة الركوع، صفة السجود، ما تقول في الركوع، ما تقول في السجود، هل تقرأ الجهر، هل تقرأ سرا، هل تدعو، هكذا يذكرها. هكذا صفة مرتبة حسب وجودها في الخارج كما هي، دون أن يذكر لك هذه سنة ولا هذا فرض ولا هذا مندوب ولا مبطل ولا مكروه. قالوا هذا يكفي، في يعني لأنه لا ليس يعني لو إنسان مكلف عاش طول عمره يصلي، يتوضأ وضوءا صحيحا ويصلي صلاة صحيحة ويعبد الله بطريقة صحيحة، ولكن لا يعرف فرضا ولا سنة ولا مندوبة ولا مكروها. لو تقول كل فرائض الوضوء لا يعرفها، ما هي مندوبات الصلاة لا يعرفها، لكن يؤديها كلها على ما هي عليه، هل يكون مقصرا؟ لا يكون مقصرا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرائض الصلاة كذا، وكل واحد لابد أن يعرف فرائض الصلاة ويفرق بين فرائضها وبين سننها.
مطلوب منه أن ينوي أنه يريد أن يصلي الصلاة التي فطرها الله تعالى عليه. هذه الصلاة مشتملة على فرائض وعلى مندوبات، لا يجب عليه أن يميزها بنيته ويقول نويت تكبيرة الإحرام فرض، ونويت الركوع فرض، ونويت أن أقرأ السورة سنة، ليس مطلوب منه ذلك. من أتى بهيئة العبادة على هيئتها الكاملة وعلى صورتها الكاملة، وحتى لو لم يفرق ولم بين فرض وسنة وكذا، فعبادته صحيحة وصلاته صحيحة، بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلوا ذلك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس هذه المسائل وقال لهم عليكم أن تعلموا فرائض الصلاة ما هي وسنة وهذا. وذلك الكتب المتقدمة مثل رسالة النبي زيد كانت تجي على هذه الصفة في أغلب الأبواب، كان لا يذكر لا فرائض ولا يذكر سنة، وإنما كما هو يعني عنونا وترجم للباب باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. أيوة صفة العمل، يريد أن يصف لك عمر الصلاة كيف هو يعني. والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غير هذه الكلمة. الإحرام بتكبيرة الإحرام، بدأ بتكبيرة الإحرام، وكان يعني لو جرينا على طريقة الفرائض كان ينبغي أن يبدأ بالنية يعني، لكن كان هذه تحصيل حاصل معلوم أنك أنت تريد أن تقبل الصلاة بد أن تكون النية موجودة عندك. ولذلك الطريقة اللي هي طريقة تعليمية وطريقة يعني منهجية لا تجد من يبدأ لك في بيان الصلاة دون أن يذكر لك أن أول أركان النية، لأن هذه عليه المعوذة منه حتى يطيلوا البحث فيها، ولابد أن تكون متصلة بالصلاة. فإذا كانت النية قبل الصلاة لا تفيد، النية يعني هي يفترض فيها عند البدء في العبادة، وذلك ينبغي أن يستحضرها الإنسان عند البدء في تكبيرة الإحرام لا قبل ذلك. فلو الإنسان نوى في بيته يصلي الظهر ثم بعد ذلك عزمت عنه هذه النية ودخل الصلاة وهو منشغل البال يفكر في أمر آخر ولا يدري هل نوى كان في قلبه أن يصلي الظهر أو لا يصلي كذا، فلا تفيد تلك النية التي كانت في البيت. أولا أن تكون النية مقارنة للعمل، مقارنة للعبادة. ومحلها؟ ومحل النية القلب، ليس التلفظ بها مشروع وليس هو السنة، بل هو يعدونه من المكروهات إلا في باب الحج فقط، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حجا، فالإعلام بها وإشهارها ليس مطلوب، بل هو منهي عنا، لأنه مدعاة إلى الوسواس فيما العام ما يدخل عليهم الوسواس بسبب هذا الحرص. إذا يعني قبل أن يبدأ في الصلاة يبقى يعد نفسه إعداد ويحزم نفسه هكذا ويتكلف ويعصر ذهنه ويعصر فكره ويعصر عقله ويذكر مجموعة أشياء، نويت اللهم إني نويت صلاة الظهر فرض 4 ركعات جهرا ما أعرفش إيه كذا، يبقى يذكر في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا يؤديه في بعض الأحيان ينسى بعض هذه الأشياء السلسلة التي هو يعددها، فلما ينساه يوسوس الأشياء يقول له أنت ماذا صنعت اليوم؟ صلاتك قاصرة وناقصة لك، لم تنوي كذا ولم تذكر كذا، ويبقى يتصرف به الوسوس. ولذلك سد هذا الباب وحسم، فالنية محلها القلب، لا ينبغي الإنسان أن يتلفظ بها، وتكفي النية القلبية. والنية القلبية أمرها سهل أيضا، باب دفع الوسواس، أطب الناس أحيانا يبقى يتشككون فيها، يقول هل نويتها أم لم أنوي. فالنية إذا كان الإنسان يعني الذي حمله على الشيء حملك عليه كائن المسجد هو صلاة الظهر، ويقول المسجد هو من أجل صلاة الظهر، فأنت عندما تقوم في المسجد تصلي فالنية هي موجودة في تلقية في قلبك وتكفيك تلك النية، ولا تحتاج أن تتكلفها. عندما تذهب إلى محلات الوضوء وتخلع ثياب على عند رعيك وكذا، فالنية وجدت تلقائيا ولا تحتاج إلى أن تتكلفها يعني بعسر. فالنية أمرها سهل، لكن هو اللي يضر هو الإنسان يغفل أحيانا، بس يغفل ويذهل ويبقى ليدي نفسه ماذا يصنع، يعني حتى يبدأ في الصلاة وينتهي منها ولا يدري نفسه ماذا فعل. تلفظ. ها؟ تفضل.
هذا هو الذي يضر. أما إذا كان يعني القرائن تدل على أن هي النية موجودة في القلب، فما يمنعش الناس أنهم يدخلهم الوسواس من جهتها. ومقارنة النية للعبادة مطلوبة في كل العبادات إلا في الصيام فقط. الصوم فيه عسر أن تكون نية مقترنة ببداية العبادة، لأن ذلك يتطلب أن كل إنسان لابد أن يكون منتبها قبل أداء الفجر بدقيقة أو دقيقتين، وهذا فيه عسر ومشقة. الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، ولذلك جعل الليل كله وقتا للنية. بل علماء المالكية يتوسعون في هذا ويقولون كل صوم يجب تتابعه تكفي فيه النية في أول ليلة، يعدونه كالعبادة الواحدة. رمضان كله من أوله إلى آخره كله كالعبادة الواحدة. لو أن نوى الإنسان في أول ليلة أن يصوم رمضان يكفي ذلك، لا يحتاج إلى أن يجدد النية مرة أخرى. فتجديد فاستحضار النية في أول العبادة مطلوب لابد منه إلا في مسألة الصوم، والطرف بها مكروه إلا في باب الحج. هذه القاعدة. يحكي أهل العلم يعني أشياء طريفة في من يتلفظون بالنية ويحلف بالطلاق وكذا. نعم. لا أدري أنت تذكرها. إيه من الموسوسون يعني حقيقة الوسواس يعني ما فيش يعني ما أشق منه على النفس إذا ابتلى بالإنسان، لأن الشيطان يخرج الإنسان من عقله، وعادة دائما ما يتربص إلا بالعامة، ومن لو يكون يعني ليس له علم ومعرفة وفقه وبصيرة فليس يجعله يحرص على الأشياء اللي هي أصلاً هي مبتدعات ما هيش مشروعة، ويهول له الأمر ويبين له أنك أنت يعني اللي تعمل فيه كل يعني أن ليس له مقبول ولا هو صحيح ولا. فإذا أحياناً يتسلط الوسواس على الإنسان في الطهارة، وحيث يتسلط عليه عند البدء في الصلاة، وحيث يتسلط عليه في بالطلاق، يحلف بالطلاق أنه لا مكتت ما يضغط عليه الشيطان، يريد أن يتحدى الشيطان، والشيطان هو الذي دفعه لهذا التحدي، ولا يدري أن الشيطان هو الذي دفعه لهذا التحدي، فيستجيب له ويحلف بالطلاق أنه لن يطلق، ثم يطلق. وبعد تالي يبقى لما يقال له أنت موسوس ولا طلاق لك بحديث النفس، يجر الشيطان وينقل من حديث النفس إلى أن يتحدى الشيطان بالكلام، فيبقى ينطق هو بالطلاق بلسانه من عيش يكتفي، الشيطان يجر أن يتلفظ به بالتلفظ. وثم بعد ذلك أيضا في مسائل أخرى مثل صلاة تكبيرة الإحرام، ومثل الأشياء اللي هي لها علاقة بصحة العبادة وبطلانها، يعني بعضهم يعني عندما يريد أن يبدأ في الصلاة يكبر في نفسه ثم يرفع صوته، ثم يدفع الشيطان ينعق بها يصرخ بطول صوته يقول الله أكبر، ثم يرى أنه لم يقلها فيزيد ويعيدها ويكررها مرة أخرى، فيبقى يسخر من الشيطان مثل المجنون، يعني يلعب بها يصير حالة مثل حال إنسان يعني غير عاقل. وهذا أكثر ما يتسلط على الناس هو في مسألة الطهارة وفي مسألة البدء في الصلاة، وفي أحيانا حتى بعضهم من أحيانا يقفز في الهواء من شدة ما يريد أن يرغب الشيطان يرغم، وأنه لا يريد أن يطيعه ويريد أن يثبت أنه فعل خلاف ما يريد الشيطان، يقفز في وسط المصلين في الهواء هكذا ويصرخ بما يريد أن يقوله لأن الشيطان يدفعه إلى ذلك. فهذا يعني يسبب مصيبة الإنسان ويجعله يعني في قلق شديد يؤدي به في كثير من الأحيان، إذا كان ما تدركش نفسه وعالج نفسه بوجد إنسان يعني علم ما يجب عليه، يؤدي به أحيانا كثيرا إلى الخروج ترك العبادة من أصلها وينكر هذه الأشياء كلها، ويصير من حتى أحيانا من الملاحدة، ولا أن هذا يعني شيء لا يمكن أن يطاق، لأنه الإنسان الشيطان له طريقتان في إضلال عباد الله. شخص يغويه بزخارف الدنيا وبالملذات وبالهواء فيجره إلى المعاصي، وهذا إذا جره في المعاصي خلاص استراح منه ما عاش يحتاج إليه مرة أخرى، لأنه كفاه هواه كفاه الشيطان ما يحتاج.
وشخص آخر يبقى هو يجد حريص على العبادة وعنده يعني قلب حريص على الطاعة وكذا، فهذا يأتي من جانب الأخ، يأتي من جانب الحرص الذي هو يحبه. يقول له ما دام أنت حريص وأنت معروف أنك حريص تريد أن تؤدي عبادتك على وجه صورة صحيحة كاملة، فهنا عندك خلل. كيف؟ يقول أنت عندما تغسل يديك، يديك لم تغسلهم، يغسلهم مرة الأولى والثانية والثالثة والخامسة والعاشرة، يبقى ساعة في الحمام يغسل يديه ويقول له أنت لا، أنت لم تغسل يديك، أنت لازال عندك قصور في وجهك، أنت لازال. فيقضي الساعات الطويلة وهو يدلك، يعني يسلخ حتى جلده، يمكن قريب يسلخ جلده، وكل ما فعل ذلك يزيد تشكيك وزيد كذا، فيمل الإنسان عنده طاقة محدودة، ثم بعد ذلك يمل، فيمل يترك الصلاة ويترك الطهارة ويترك الوضوء، ويسلح الشيطان يقول قد بلغ ما يريده منه. ولذلك قالوا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. العبادة واحدة مع الجهل لا تفيد، لابد الإنسان يتفقه في الدين، لأنه إذا تفقه في الدين خلاص الشيطان ما عادش يسخر منه، يعرف الله عز وجل كلف بشيء ولم يكلفه بما لا طاقة له به ولا يعقبه عليه، يبقى عنده يقين، عنده يقين بوعد الله وبكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي كما أمرك الله وتوضأ كما أمرك الله وصلوا كما رأيتموني وصلي. لما يفعل هذا يرى أنه قد خرج من العهدة، فما زاد عليه لا يبحث عنه سواء كلمه الشيطان وقال له وقال له. وذلك العلماء يقولون العلاج الوسواس لما يأتي الشيطان يقول لك كذا، يقول لك أخي يا لعين فأنا أدرى بنفسي منك، قال أزيد توضأ ولا أزيد أغسل مرة أخرى كذا، يقول أنا أدرى بنفسي منك ويترك ولا يمتثل أمره. فهذا هو علاج مثل هذه المسائل. رجل إلى الشعبي رحمه الله فقال وكانت لحيته تقطر ماء، فقال لا أعرف هل خللت لحيتي أم لا، فيه وسواس. فقال له الشعبي رحمه الله يا ابن أخي ضع لحيتك في الطشت من الليل حتى الصباح فكن مطمئن. إيش قال له؟ ضع اللحية في الطشت، طشت الماء من الليل حتى تصبح. إلى هذا أن يزاده أزاد الطينة بالله. في ماليزيا لما يعلمون من قاصرة طريق للصيام الليل الكامل يلقى الإمام يلحقهم بنية طويلة حوالي سطر ونصف بالتفصيل من ثلاث مرات نويت صيام غد أن يشعر به الموافق. لا حول ولا قوة إلا بالله. حوالي سطر ونصف ولا يكفي مرة واحدة، ثلاث مرات. إي هذا يردد خلفه على صيام الغد يعني هو اليوم التالي نويت صيام غد الخميس هذا كيف يبدا الوسواس؟ يبدا بهذه الصوره، هذه الخطوه الاولى للعب الشيطان بالانسان. وذلك لاحظت انا ايضا في بعض المأذنين اللي يعقدوا عقود الزواج في بلادنا، لما يطلب من الولي الايجاب ويطلب من الزوج القبول يقول له زوجتك وكن قبلت، يعاود عليه مره ثانيه يقول له قل زوجت، يقول له قل قبلت، يعاود عليه مره ثانيه يقول له زوجت. قلت له ايش هذا؟ قلت له هو طلق يعني ولا كيف هذا؟ قلت انت زوجتها الان بعد زوجتها كيف تزوجها مره اخرى؟ زواج بالثلاث يعني اشكال هذا ياتي من باب التاكيد يعني الوسواس هذا يعني كان العقد عنده لا يتم الا اذا كان ثلاث مرات احتياط يعني يدخله من باب الاحتياط، هذه اعراض ويجب الاحتياط فيها ومدري ايش. ثلاث والزواج ثلاثه. هذا طبعا من الاختراع، من الاختراع اللي هذا بيؤدي الى الوسواس والعباده. قال رحمه الله والاحرام في الصلاه ان تقول الله اكبر لا يجزئ غير هذه الكلمه. يعني لابد لفظ تكبيره الاحرام هذه من الفرائض، لابد ان تكون بهذه الصيغه وبهذا اللفظ، ولا يجزئ غير، لا يجوز ان نقول الله اعظم والله جليل الله كبير، كل ذلك لابد ان تكون بهذه اللفظه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك. يعني انتقل إلى الآن من فرض إلى سنة من سنن الصلاة، رفع اليدين على تكبير الإحرام حذو المنكبين. حدني. أو دون ذلك. أو دون ذلك هكذا يعني الأمر خفيف فيه سعة. ثم تقرأ فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن. ثم بعد التكبير تقرأ قرأت بأم القرآن.
فهنا لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم ولم يذكر التعود. هو على ما هو المشهور عند المالكية أن التعود وبسم الله الرحمن الرحيم مكروهة في الفرائض، لا تقال في الفريضة. نعم، سرا وجهرا عندهم مكروهة، عندهم قراءة البسملة والتعود مكروه في صلاة الفريضة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الموسي صلاته قال له كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، في رواية يقول الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وعدة حديث ذكرت لم تذكر البسملة وإنما ذكرت القراءة، فهذا يدل على أنها غير مطلوبة عندهم. ولكن المحققون من علماء المالكية يرون أنها تقال من باب مراعاة الخلاف. وذلك ابن رشيد في رحلته ذكر حكاية أنه صلى ذات مرة في المدرسة الصالحية في الشام، وكان الإمام ابن دقيق العيد، فسمعه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يحسب أحيانا على الملكية، ابن دقيق العيد يحسب أحيانا على الملكية وأحيانا يحسب على الشافعية. فعندما خرج معه يتمشى بعد الصلاة، ابن رشيد سأل ابن دقيق العيد قال له أنت إمام وسمعتك تقول بسم الله الرحمن الرحيم والملكية يرون أنها مكروهة، قال له أو تفطنت لذلك؟ قال نعم. قال لأن أصلي صلاة صحيحة عند مالك بالاتفاق، قل من أصلي صلاة هي مكروهة عند مالك وباطلة عند الشافعي، ولذلك قلت بسم الله الرحمن الرحيم. فابن رشيد قال له أذكر ما يشهد لذلك، قال ما هو؟ قال ذكرت له حكاية أن المازري قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كان يصلي ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال فسأله أبو حفص قال وأردت أن أقول الميانشي فقلت ابن شاهين، وسأله عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فمال المازري إلى قراءتها وقال بسم الله الرحمن الرحيم عند مالك مكروهة ولكن قراءتها تجعل الصلاة صحيحة عند كل الأئمة، عند مالك وعند الشافعي وعند غيره، وعدم قراءتها يكون الإنسان قد تحصل أو قد ترك المكروه عند مالك ولكنه ترك واجبا وبطل الصلاة عند الشافعي. فأن أفعل ما تصح به صلاتي عند الجميع خير من أن أفعل صلاة تكون صحيحة عند البعض وباطلة عند البعض الآخر. قال فتركني حتى أكملت الحكاية، يعني ابن دقيق العيد ترك ابن رشيد حتى أكمل له الحكاية وهو ينصت. قال فلما انتهيت من كلامي قال لي هذا صحيح لكن التاريخ لا يساعدك، يعني طعن له في الرواية ابن شاهين، قال كلام صحيح من ناحية الفقه لكن التاريخ في الحكاية ذكرتها لا يساعدك، لا تكون الحكاية صحيحة، يعني نقد متى الحكاية من داخلها، لأن ابن شاهين لم يلقى المازري. فقلت له أعني الميانشي، فقال له الآن صح ما قلت، يعني كلام ذكره المازري وذكر ابن دقيق العيد هو مراعاة الخلاف، وأن الإنسان ينبغي أن يفعل من العبادة ما تكون به صحيحة عند الجميع أولى من أن يفعل عبادة تكون صحيحة عند بعض الأئمة وباطلة عند البعض الآخر، حتى لو استرعى ذلك ارتكاب مكروه عند البعض الذي يرى أن الصلاة صحيحة. فالآن يرتكب إنسان مكروه خير من يرتكب شيئا يبطل الصلاة. وذلك المحققون من المالكية كلهم يقولون بقراءة البسملة من باب الخروج من الخلاف.
وقالوا من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم من باب الخروج على من الخلاف لا يسمى قد ارتكب مكروها حتى عند بمقتضى قواعد المالكية، لأنها لا تصير لا يصل حكمها مكروها حتى بمقتضى قواعد المالكية. لو الإنسان فعل وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من باب الخروج من الخلاف، لأن الخروج من الخلاف هو من قواعدهم يعتمدونه، الخروج من الخلاف هو من قواعد المعمول بها عند المالكية، فمن فعل ذلك لا يكون ارتكب مكروها حتى بناء على ما في المذهب المالكي. وكان الشافعي متعصب، فأحيانا يطلب مني أن أقوم الصلاة، فبعد الصلاة يصلي ثم قرأت بسم الله الرحمن الرحيم. يوسوس. هذا أيضا من المخترعات، لأنه ما كانوا يبحثون عن مثل هذه المسائل. مذهب الإمام يعني إذا كان الإمام يفعل ما تصح به صلاته في مذهبه فالصلاة صحيحة، على صلاة المأموم صحيحة، حتى ولو كان يعني يعتقد أن ذلك يؤثر في صلاته. ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم. يعني ما كان شرط في صحة الصلاة اللي هو قراءة البسملة العبرة في مذهب الإمام، ما دام الإمام يعني رأى أن قراءة البسملة ليس من شرط صحة الصلاة فالصلاة صحيحة حتى وكان المؤمن يعتقد خلاف ذلك. وما كانوا يسألون عن هذا، ولكن يعني عندما سئل الإمام أحمد هل تصلي خلف المالكية وهم يرون أن خروج الدم من الجسد أو الحجامة لا تنقض الوضوء، قال كيف لا أصلي وراء مالك؟ فهم المسائل هذه ما كانوا يعني يبحثون فيها ولا يتشددون فيها، لأن ما كان شرطا في صحة الصلاة العبرة فيه بمذهبه. ما دام الإمام يصلي صلاة صحيحة في مذهبه فلا عليك بعد ذلك أنت ما هو مذهبك في هذه المسألة. بمذهب المأمون، يعني إذا كان مثلا يرى أنه لا يصح الاقتداء خلف المتنفل والإمام يرى صحة ذلك فلا يجوز أن أقتدي به. فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتح بسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها، لا في الفاتحة ولا في السورة التي بعدها، يعني هذا هو أصل المذهب. ويجوز ذلك في النوافل، في النوافل الأمر فيها خفيف، كذلك الاستعادة مكروهة. جمهور يقولون بالاستعادة ويستدلون بقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويرون ذلك هذا عام في قراءة القرآن وفي الصلاة. لكن الملكية يرون أن هذه لم تأتي في حديث المسيء صلاته، لم تأتي في حديث أخرى تصف الصلاة، لم تذكر فيها البسملة وتذكر فيها التعود، وذلك يقول هي غير مطلوبة، لكنها لا تبطل الصلاة ويعدونها من المكروهات. والجمهور هل يقولها أنهم سرا أو جهرا؟ يقول سرا، علماء الحلبة يقولون سرا، ربما بعض الآخرين قد منهم من يرى، لأنه وارد فيها أيضا لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، حديث أنس كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وارد في أنه كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، وكلمة كان أو لو لم أسمعه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فحملوا هذا على أنه كان لا يجهر بها وإنما يقولها سرا، فجمعوا بين الروايات لتنفي أو تدل على بدأ بالحمد لله رب العالمين مع الرواية الأخرى التي تقول لا يجهر بها، فكان يدل على أن حتى الرواية الأخرى كان يقولها ولكن يقولها سرا. نعم. أي لم ترد البسملة في، لكن هذه الحديث كلها الفريق الآخر يقول هي أتت لبيان الفرائض فقط، مثل آية الوضوء أتت لبيان الفرائض، هناك أشياء لم تذكر آية الوضوء وإنما ذكرت
في مواضع أخرى أو تستنبط وتستفاد من أدلة أخرى، لكن حديث المسيء صلاته وحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ومثل هذه، قال وهي لم تذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها أتت لي بيان الفرائض. والاختلاف في بسم الله الرحمن الرحيم هو مبني أيضا عند بعض الأدلة على مسألة أخرى، وهي الاختلاف في القراءة، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، أو هي آية من القرآن وليس هي آية من القرآن. هناك من يرى أنها آية من كل سورة، ومذهب الشافعي لأنه هو الذي يرى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم واجب في الصلاة، لأنه يرى أو يقرأ بقراءة ابن كثير، ابن كثير يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة. فكأنه هذا الخلاف كأنه جزئيا مبني حتى على القراءات، يعني إذا قلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الفاتحة أو جزء من السورة فتصير قراءتها واجبة، لأنك إذا لم تقرأها كنت قد تركت آية من السورة. لكن عند من يقرأ بقراءة غير ابن كثير مدنيين ولا غيرهم الذين لا يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وإنما هي أتت للفصل بين السور، ومنهم من يرى أنها ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل فقط، فلا يرون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم لأنها ليست آية من السورة. لا يكفي الخلاف فيها أنها يعني القرآن حفظه الله عز وجل، فلا يكفي هذا دليل على أنها ليست آية من القرآن يعني. دليل على أنها ليست آية من القرآن يعني. ألا يكفي الخلاف فيها أن يكون دليلا على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من القرآن، لأن القرآن حفظه الله عز وجل يعني. إيه. آه والخلاف فيها دليل على ليست منه. يعني. ألا يكون هذا يعني بالاستدلال؟ في قراءة الإمام شنقيط رحمه الله يقول هي حسب القراءة، من القراءة فهي كما تفضل الشيخ في إمام القراءة من كثير جزء. لا في باب القراءات يعني ألا يكون هذا هو السؤال يشير إلى آخر نقطة، يقول الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وماذا ما اختلفوا فيها، هذا دليل على أنها ليست يعني من القرآن يعني. القرآن لا يختلف عليه. يعني هذا الحديث يعني يذكر الفاتحة، لكن هل يعني يذكر قراءة الفاتحة في الصلاة؟ حديث يذكر قراءة الفاتحة في الصلاة، وقراءة الفاتحة في الصلاة كما قلنا إلا حديث يجاب عنها بأنها إنما ذكرت الفرائض فقط. النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر سورة الفاتحة وذكر تقسيماتها اللي هي ثناء وتفويض لله عز وجل وثناء ودعاء، أراد أن يبين يعني ما هو من الفرائض في القراءة، ففصل أقسامه لهذه الأقسام. لكن ليس بالضرورة أن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم لأنها ليست من الفرائض. فالمسألة يعني كل الأحاديث حتى مثل حديث المسيء صلاته وإلا الأحاديث الأخرى تصلح هي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المسيء صلاته، لأن عندما يقول أنها فرض يعني ويقول أنها واجبة كان يعني يتوقع أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يترك الواجبات في ما تصح الصلاة به وما تبطل الصلاة بتركه. تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا أقصد على القول بأن البسملة جزء من الفاتحة، هذا يصدق ردا على هذا القول أن البسملة جزء من الفاتحة، بغض النظر لأن إذا كان جزء من الفاتحة فلا بد أن تذكر في الحديث يعني. الحديث هنا لعل رد يعني يعني ربما على كل حال الله شيخنا لم يذكر حديث الاستفتاح في الصلاة ما بين التكبير والفاتحة. أي الاستفتاح الحديث الواردة في الاستفتاح في صحيح مسلم هي كلها في استفتاح في صلاة النوافل وصلاة الليل، والعلماء يعممونها في صلاة الفرائض
غير المالكية. المالكية المشهورة عندهم أنها غير واردة في الفرائض. وهناك رواية عن مالك بأنه كان يذكر دعاء الاستفتاح، لكن ليس هذا هو المشهور عندهم. وعندما تصعد لحديث الواردة في الاستفتاح في صحيح مسلم كلها تجدها في صلاة الاستفتاح، صلاة النوافل، وليست في صلاة الفرائض. فالمالك يرى أن في النوافل لا بأس أن يذكر دعاء الاستفتاح، ولكن في الفرائض المشهور عنه أنه ليست دعاء الاستفتاح ليس مطلوبا. ووارد رواية عنه في بعض تلاميذه المدنيين أنه كان يذكر بعض صيغ دعاء الاستفتاح. وقت 5 دقائق على صوت الله. غدا الدرس تغير الوقت، تغير الوقت الليلة. متى وقت الدرس غدا؟ بعد صلاة العشاء يكون كويس. العشاء الساعة 7؟ لا، ستكون غدا. لا صلاة الجماعة يعني. لا الجماعة هنا. الإقامة متى بغدا؟ الإقامة 5:45. ها؟ 7:45. يعني بعد صلاة العشاء نصلي. يعني ناخذ الدرس بعد صلاة العشاء، لأن بعد المغرب يكون مبكر، الساعة 5 يكون. أوكي. طيب، صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.